السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفيديو إن شاء الله سيكون مخصصا للحصة الأولى من درس المجموعة الشمسية في موضوع الشمس من حولنا، الوحدة السادسة من سطح المين الخاص بالمستوى الثالث. إذا الأهداف المرتقبة في الدرس: أصف المجموعة الشمسية بصفتها مجموعة من الكواكب بما فيها الأرض، أتعرف أن الكواكب تدور حول الشمس، سنجد أن الأرض تدور حول الشمس خلال سنة. يعني هذا هو التمثيل الخاص للشمس وبعض الكواكب خاصة بالمجموعة الشمسية. إذا كالعادة التلميذ يطرح التساؤل والافتراض عاد يمر للتحقق. إذا السؤال كيكون خلال الملاحظة، أن هنا الدوران ممكن تسأل مثلا، من ماذا تتكون مثلا المجموعة الشمسية، أو كم عدد كواكب المجموعة الشمسية، وغنجاوب على الافتراض من بعد غادي نتحققو من خلال الأنشطة. إذا السؤال الأول في التحقق: أصل بخط الصورتين الثالثين بالبطاقات المناسبة. عندنا أرض، شمس، نجم، كوكب. إذا بالنسبة للأرض راه هي واضحة، الأرض هو الصورة الأولى، الشمس هي هاد الصورة، عندنا هنا نجم وكوكب، أحدهما نجم والآخر كوكب. إذا كوكب غيكون هو الأرض، نقول كوكب الأرض، الشمس غيكون هو النجم. إذا الشمس ليست كوكب ولكنها نجم. السؤال الثاني: أرتب الكواكب التالية بوضع الأرقام 1 2 3 4 في الخانات المناسبة حسب قربها من الشمس. عندنا الأرض، عطارد، الزهرة، والمريخ. إذا بالنسبة للترتيب الخاص ببعد الكواكب عن الشمس، فإن الكوكب الأقرب إلى الشمس هو عطارد، واحد الذي يبعد عن الأرض ب 58 مليون كيلومتر. بالنسبة لي الكوكب الثاني هو الزهرة اللي كتبعد على الأرض ب 108 مليون كيلومتر. الكوكب الذي يلي الزهرة هو الأرض الذي يبعد عن الشمس 150 مليون كيلومتر. الكوكب الرابع هو المريخ الذي يبعد ب 228 مليون كيلومتر. إذا الترتيب هو عطارد، الزهرة، الأرض، والمريخ. إذا الأقرب هو العطارد، يليه الزهرة، الأرض، ثم المريخ، واللي هما اللي عندنا في الصورة اللي عندنا هنا. الأرض هو رقم 3. إذا المجموعة الشمسية كواكب أخرى هي المشتري وزحل وأورانوس ونبتون. إذا عندنا الأرض، عطارد، والزهرة، والمريخ، وعندنا أيضا المشتري، زحل، وأورانوس ونبتون. إذا أقرأ الجدول وأتمم باستعمال أسماء الكواكب والكلمات التالية. بالنسبة للسؤال رقم 3: قرأ الجدول وأتمم الجمل باستعمال أسماء الكواكب والكلمات الآتية والتالية. عندنا الجمل هنا، لاحظوا الصور أولا ثم نبدأ بملء الفراغات. هنستعمل أبعد، أقرب، أكبر، عندنا المسافة ودورة. هادو كواكب قريبة من الشمس، وهادو كواكب بعيدة من الشمس. عندنا هنايا مدة دورة كوكب حول الشمس: عطارد 88، زهرة 225 يوم، الأرض 365 يوم وست ساعات، المريخ 687، يعني غادي وتتزايد مدة الدوران حول الشمس. بالنسبة للجملة الأولى، إذا عطارد هو كوكب من الشمس مدة دورته. إذا عطارد هل هو أقرب كوكب أم أبعد كوكب من الشمس؟ رأينا في السؤال الثاني، إذا هو أقرب، عطارد أقرب كوكب من الشمس مدة دورته، نلقاوها في الجدول. مدة الدورة ديال عطارد هي 88 يوما. المريخ من الأرض بالنسبة للشمس، المريخ أبعد، أبعد من الأرض بالنسبة للشمس. إذن أول شنو هو المرتبة الرابعة؟ مدة دورته من دورة الأرض، مدة دورته أكبر من مدة دورة الأرض، لأنه هو يدور في 687 يوم والأرض 365 يوم وست ساعات. تزداد مدة كوكب حول الشمس كلما ازدادت بين الكوكب والشمس. إذا تزداد مدة
دورة كوكب حول الشمس كلما ازدادت المسافة بين الكوكب والشمس. أقرب الكواكب إلى الشمس بالترتيب هي عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ ولا المريخ؟ نعم، صورة كواكب قريبة هي أربعة، هي عطارد والزهرة الأرض والمريخ. يأتي نمر سؤال رقم أربعة. اقرأ البطاقة واملأ الفراغات. تدور الأرض حول الشمس دورتين كاملة في مسار يسمى مدار الأرض، مدتها 365 يوم وربع اليوم، يعني 6 ساعات، لكنها تحتسب 365 وتسمى سنة بسيطة. وبعد 3 سنوات تحل سنة رابعة مدتها 366 يوم وتسمى سنة كبيسة، لأن كل سنة كتزاد 6 ساعات ما كنحسبوهاش، كنخليو حتى كيتجمعوا ليا 24 ساعة، وكنزيد يوم كتجي 366 ساعة. إذا أحدد الشهر الذي ينضاف إليه يوم في السنة الكبيسة. إذا عندنا واحد الشهر تيكون فيه يعني واحد العدد من الأيام، وفي السنة الرابعة كنزيدو ليه يوم، كتكون فيه 28، وفي واحد السنة كتولي 23 اللي هو شهر فبراير. إذا أحدد سنة كبيسة قبل 2020 وسنة كبيسة بعدها. إذا 2020 خصني نرجع 4 سنوات، إذا هي 2016. والسنة اللي بعدها هي 2024، يعني كنمشي ربعة ديال كل 4 سنوات كتكون عندي سنة كبيسة، تكون مورا 3 بسيطة من بعد سنة كبيسة. مر لي أستخلص. تتكون المجموعة الشمسية من نجم ضخم هو الشمس وكواكب. إذا عندي نجم ضخم هو الشمس وكواكب هي عطارد، الزهرة، الأرض، والمريخ والمشتري وزحل وأورانوس ونبتون. تدور الكواكب أو تدور كواكب بدون ال تدور كواكب المجموعة الشمسية حول الشمس في مدارات محددة، كل كوكب عنده مدار يدور فيه محدد. تدور الأرض حول الشمس في مسار ثابت يسمى ماذا يسمى؟ رأيناه في سؤال رقم أربعة، يسمى مدار الأرض. تستغرق دورة كاملة الأرض حول الشمس سنة واحدة، أي 365 يوم، وقلنا 6 ساعات اللي كنخلوه حتى السنة الرابعة كنديرو 366 يوم. إذا نمر للأسئلة اللي أستثمر. عندي الكواكب، عندي كوكب من 1 إلى 8 ارتبوا حسب بعدها عن الشمس. قلت الكواكب من 1 إلى 8 حسب بعدها، إذا أبعد كوكب نعطوه رقم 1 تكون هو الأبعد، نرتبو حسب الأبعد ماشي حسب الأقرب. الأبعد هو رأيناه في سؤال رقم 3، الأبعد هو نيبتون، يكون هو رقم 1، يلي أورانوس، زحل، المشتري، ثم المريخ، الأرض، الزهرة وعطارد. طلب مني ان نبحث على اي صور خاصة بالكواكب، كواكب انا ممكن نبحث على صور في الانترنت، صور موجودة ديال الكواكب و الشمس او المجموعة الشمسية ككل. اذا كان هذا هو درسنا لهذا اليوم، نلتقي في درس قادم.